هي لغة عربية فصحى، وأنا ماليش في اللغة العربية الفصحى زي ما قلت امبارح. بس هي يعني، بس أنت قلتها بإحساس حلو امبارح. لا بس حاجة تانية، دي حاجة تانية. يعني أنا بميل أكتر للحاجة الواقعية المحسوسة اللي أي حد يسمعها يحسها. ممكن أكون مش شاعر كبير أو يعني كلامي مش قوي، بس محسوس. دي الحتة اللي أنا يا أستاذ أنا بدور عليها وأنا بتكلم. دايما مني. فدي الحتة اللي أنا بحاول أتعامل بيها مع نفسي ومع الناس، بحيث إن أي حد يسمع الكلام حتى لو ما عاشوش يحسه، ممكن يبقى شافه عصره مع حد تاني. هو نعم ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. ف اسمها النصيب. اسمها النصيب. لا النصيب، النصيب بس. أحبها وتحب آخر وتحبني أخرى وجميعنا لا يعلم. يعني أنا بحبها وهي بتحب واحد تاني، والواحد التاني ده بيحب واحدة تانية خالص. أحبها وتحب آخر وتحبني أخرى وجميعنا لا يعلم. وعندما ألتقي بحبيبتي قدرا لنداء قلبي أخاف أن أجيب. وتلتقي من أكون لها الحبيب فتكون مثلي لا تجيب. وعندما تلتقي حبيبتي قدرا لنداء قلبي أخاف أن أجيب. وتلتقي من أكون لها الحبيب فتكون مثلي لا تجيب. ظنا بأني في عشقها يوما وحدي أزور. أنا شكلي غلطت فيها، معلش أنا آسف، هعيدها وتانا عمدها، أنا آسف. وتحب آخر وتحبني أخرى وجميعنا لا يعلم. وعندما ألتقي بحبيبتي قدرا لنداء قلبي أخاف أن أجيب. وتلتقيني من أكون لها الحبيب فتكون مثلي لا تجيب. ظنا بأني في عشقها وحدي أزور. وتلتقي حبيبتي بحبيبها وتتمنى أن يكون لجرحها الدواء والطبيب. لكنه من عشق غيرها لن يتوب. إنها الأقدار يا سادة، فالقلب عندما يهوى قد يخطئ أو يصيب. وجميعنا في انتظارك أيها المصير.